أوكي، محاضرتنا اليوم راح تكون عن الـ Genome Organization from Nucleotides to Chromatin. مثل ما أخذنا بالمحاضرة السابقة اللي هو الـ DNA Structure والـ Primary Structure, Secondary Structure and the Tertiary Structure. وعرفنا أنه الـ DNA هو عبارة عن double stranded alpha helix. This DNA can be or the genetic material can be organized in different forms. فعندنا بالبداية بعض المصطلحات اللي يجب أن نعرفها اللي هي الكروماتين. The chromatin is the major component of the nucleus. The genetic material consists of from 50% DNA and protein for each. And during interphase, this chromatin appeared as uncondensed diffused material. Look like beads in string during metaphase. So the chromatin هو عبارة عن المكون الرئيسي للنواة في الخلايا حقيقية النواة وكذلك خاصة. وذا جينيتيك ماتيريال اللي هي المادة الوراثية مكونة من 50% دي ان اي اند 50% بروتين اللي هو قلنا اللي هي دي ان اي connected proteins. هذه راح تظهر خلال مرحلة الانترفيس بشكل اللي هو غير متكثف اللي هي المرحلة اللي هي ما قبل الانقسام تشبه المسبحة مثل ما راح نشوفها فيما بعد، خاصة خلال مرحلة الميتافيز. يعني خلال مرحلة الانترفيس اللي هي الخلايا تكون غير منقسمة راح تظهر المادة الوراثية بشكل غير متكثف. تتكثف المادة الوراثية وتكون أكثر وضوحا في مرحلة الانقسام اللي هو الميتوسيس. وخلال مرحلة الانقسام راح تظهر بشكل مثل المسبحة نتيجة لتكثف المادة الوراثية. إذا this is the chromatin. إذا chromatin هو عبارة عن DNA and protein. The chromosome اللي هو component in the cell contain genetic information. Each chromosome contains numerous genes. إذا هو الكروموسوم هو أحد مكونات الخلية اللي يحتوي على المعلومات الوراثية، وهو عبارة عن دي ان اي مضغوط او ملتف عدة مرات حول نفسه حتى تقدر هاي المادة الوراثية انه تكون داخل النواة الصغيرة. Each chromosome contains numerous genes. كل كروموسوم يحتوي على عدد من الجينات، والكروموسومز تكون موجودة بشكل ازواج. زوج أو أحد الأزواج قادم من الأم والزوج الآخر قادم من الأب. الآن ما هو الجين؟ الجين اللي هو the fundamental physical and functional unit of heredity اللي هو وحدة التركيب الأساسية والوظيفية للوراثة. والجين is an ordered sequence of nucleotides located in a particular position. وهو عبارة عن تتابع معين من النيوكليوتيدات وموجودة في موقع محدد على الكروموسوم اللي يشفر that encodes a specific functional product اللي هو يشفر إلى ناتج له وظيفة في داخل الخلية.
هذا الناتج من الجين اكسبريشن نسمي التعبير الجيني، هذه اما تكون بروتينات او تكون ار ان اي. بالنسبه للدي ان اي اللي هو طبعا ذا ماتيريال انسايد ذا نيوكليوس اوف ذا سيل، موجوده في داخل نواه الخليه او موجوده في السيتوبلازم في بدايه النواه مثل البكتيريا. Of cells that carry genetic information اللي موجود في الخلايا اللي تحمل المعلومات الوراثية. The scientific name of the DNA is deoxyribonucleic acid. سمي بالديوكسي أو بالحمض النووي الريبوزي منقوص الأكسجين. خلينا نتعرف بالبداية على الإيوكاريوتيك جينوم اللي هو الجينوم اللي موجود في الخلايا حقيقية النواة. All right. But eukaryotic cells must fit approximately up to 2 meters of unpacked DNA into the spherical nucleus. فنواة الخلايا حقيقية النواة يجب أن تحتوي أو تكون يعني بمساحة كافية لاحتواء مادة وراثية اللي هو الدي ان اي، اللي هو لو فتحناه راح يكون طوله مترين، فيجب أن نحتويها في مكان يكون حجمه أقل من 10 مايكرون in diameter، وطبعا هو 1 مايكرومتر يساوي 10 to the power minus 6 متر. فتخيلوا انه يجب ان تكون عملية ضغط للـ DNA اللي نسميها بالـ compartmentalization of the DNA حتى نقدر نخلي هالكمية الكبيرة من DNA داخل نواة صغيرة لا ترى بالعين المجردة. This represents a packaging ratio of approximately 1,000 to 10,000 fold. ولذلك يجب عملية طي أو ضغط للـ DNA 10,000 من ألف إلى 10,000 مرة. هذه العملية تتم لشريط الدي ان اي حتى يكون بصوره الكروماتين، وقلنا الكروماتين هو الدي ان اي اند اسوشيتد بروتينز، و it can alter its level of packaging at different stage of the cell cycle. طبعا عمليه انضغاط الدي ان اي في داخل النواه بالتفافات معقده، هذه الالتفافات ممكن انه يصير بها بعض التغيير، يعني تتحول من خلينا نقول متكثفه جدا الى قليله التكثف. هذه تصير خلال عمليه الانقسام الخلوي او دوره الخليه. يعني عرفنا انه الكروموسومات خلال مرحله الانترفيس تكون غير متكاثفه وتبدا بالتكاثف في مرحلة الانقسام اللي هو الميتوتيك سيل ديفيجن. فالدي ان اي از فيرست كويلد اراوند هيستون كومبلكس كولد نيوكليوسوم. اذا اول مرحلة في عملية الانضغاط اللي هو التفاف شريط الدي ان اي المزدوج حول بروتينات، هذه البروتينات اسمها الهيستونات او الهيستونز. التفاف الدي ان اي حول الهيستونات راح يكون تركيب اسمه نيوكليوسوم. Runs a nucleosome are formed into a solenoid. بعد النيوكليوسومز مجموعة من النيوكليوسومز راح ترتبط او تترتب مع بعضها البعض وتكون لنا تركيب اسمه السولينويد او نسميه بالزيجزاك سترينج
اوف كروماتين. اذا بعد السولينويد راح يبدي الدي ان اي يكون نسميها بالانحناءات او التفافات اللي نسميها باللوب لوب دومينز. بعد اللوب دومين هذه ايضا راح تلتف و بالنهايه راح تكون لي الميتافيز كروموسوم. طبعا الميتافيز تعرفوه انتم هذا مرحله من مراحل الانقسام الخلوي اللي هو نسميه بالعربي الطور الاستوائي، اللي تكون بكروماتينات الخليه جدا واضحه. طيب خلينا نجي ناخذ هذه المراحل بشيء من التفصيل. هنا عندنا الفيجر بشكل عام، تشوفون انه شريط الدي ان اي راح يبدي يلتف حول بروتينات اللي هي اسمها الهستونات. طبعا هذه بروتينات ثمانيه، هسه راح ناخذ اسمائها، وترتبط فيما بينها باللينكر اللي هي احنا نسميه باللينكر، وفي منطقة اللينكر موجود عندي اللي هو الهيستون H1. يربط اذا هذه النيوكليوسوم، وعدة نيوكليوسومز راح ترتبط مع بعضها البعض تكون لي السولينويد. هذا السولينويد طبعا الموجود بين تو نيوكليوسومز، عندنا شريط دي ان اي هذا اللي هو نسميه بي اللينكر او هذا، وموجود في اللي يربط بدايه دخول الدي ان اي والتفافه حول الهستونات بالنيوكليوسوم، وخروجه اللي هو عندي هيستون اللي هو هذا البرتقال اللي تشوفوه اللي هو نسميه هيستون ال H1. Alright. فبعد ما تكون عندنا اللي هو السولينويد، هذا السولينويد راح يترتب بشكل انحناءات، هذه اللي هي اللوبس، وهذه اللوبس ايضا راح تلتف وبالنهايه راح تكون لي اللي هو الكروماتين كروماتيد اللي هو يشكل لي الكروموسوم. فهذه عمليه الانضغاط من شريط طوله مترين الى تركيب كروموسومي ممكن ان تحتوي نواه الخليه الصغيره. تحدث عمليه انضغاط اكثر من 10,000 مره لشريط الدي ان اي، هاي نسميها عمليه اللي هي الدي ان اي باكجينج، اللي هو عمليه ضغط وتعبئه الدي ان اي في داخل النواه. هذه الصوره الاخرى بالمجهر الالكتروني تظهر التركيب الحبيبي، هاي تشوفوها الدوائر الخرزيه تشبه المسبحه اللي هي السولينويد اللي موجوده في داخل النواه، وهذه ايضا. اوكي. فإذا in eukaryotes the term genome is often used interchangeably with the term genomic DNA. إذا الجينوم أو الجينوميك دي إن إي أو كروموسومال دي إن إي أو النيوكليار دي إن إي، هذه المصطلحات لها نفس المعنى. The compaction of the genomic DNA اللي هو عملية انضغاط
الدي ان اي الى كروماتين فورمز the substrate relevant to the vital process of DNA replication. طبعا عملية انضغاط الدي ان اي الى كروماتين هذا راح يوفر خلينا نقول البيئة الملائمة ل كثير من العمليات الحيوية اللي هي راح يمر بها الدي ان اي فيما بعد، اللي هي مثلا عملية تضاعف الدي ان اي، دي ان اي ريبليكيشن، ريكومبينيشن، ارتباط الدي ان اي او مع مقاطع اخرى او قطع اخرى من الدي ان اي ممكن خارجية ممكن ان ترتبط مع الدي ان اي، عملية استنساخ، اصلاح، وأيضا عملية الانفصال الكروموسومي خلال الانقسام الخلوي. يعني أنه نعم أنا صار عندي انضغاط للدي ان اي، لكن هذه العملية يعني ليست ثابتة، حيث أنه هذه عملية الانضغاط ممكن أن تنفتح، ممكن أن يحدث بها نوع من تقليل الانضغاط، يعني تقل كثافة الدي ان اي المضغوط خلال العمليات الحيوية اللي ذكرناها وأيضا خلال دورة الخلية. يعني الدي ان اي ما يبقى مضغوط، يحتاج انه ينفتح خلال عملية تضاعف الدي ان اي وعملية الاستنساخ مثلا. في عام 1928 العالم ألدر كوسيل قام بعزل مواد بروتينية ذات طبيعة قاعدية، يعني basic proteins، اللي هو عزلها from the nuclei of goose erythrocytes، اللي هو من خلايا الدم، كريات الدم الحمراء ل الوز، وقام بتسمية هذه البروتينات بهيستونز. وفي عام 1970 تم تحديد اللي هو it was determined by a combination of electron microscopic and biochemical study، اللي هو من خلال الدراسات المجرى الإلكتروني والدراسات البيوكيميائية، اللي هو من قام بها العالم اللي هو روجر كورنبرغ بري، انه هذه الفاندمنتال باكجينج يونتس اوف ذا كروماتين از ذا نيوكليوسومز، انه قالوا بانه هذه النيوكليو انه هذه الهيستونات تساهم بعملية انضغاط الدي ان اي بصورة تسمى النيوكليوسوم. خليني نجي ناخذها واحدة واحدة. هذا تكلمنا الآن بشكل عام، عرفنا أنه الدي ان اي يجب أن يضغط حتى تقدر النواة الصغيرة أن تستوعبه، يلتف حول بروتينات قاعدية أوكتامير يعني ثمانية، ويسمى هذا التركيب بالنيوكليوسوم، ثم تلتف هذه النيوكليوسومز مع بعضها البعض وتكون بتركيب ما يسمى بالسولينويد، والسولينويد أيضا يقوم يلتف بشكل منحنيات نسميها باللوب دومينز، واللوب دومينز أيضا تتكاثف إلى أن تكون شكل الكروماتين. شوية تفاصيل عن هذه التركيبات والمواد. نجي ناخذ الهيستونز اللي هي قلنا بروتينات قاعدية. و there are two types of histones. عندنا اللي هي الـ highly conserved اللي هي species specific. يعني شنو؟ عندنا النوع الأول من الهستونات هذا يكون ثابت وغير قادر أو غير ممكن أن يتغير، كل نوع
من أنواع الخلايا أو كل كائن حي له هستوناته الخاصة به، يعني هستونات الإنسان تختلف عن هستونات كائن آخر، ولذلك استخدمت هذه الهستونز في الدراسات الجنائية لأنها محافظة وما ممكن أن تتغير، لمعرفة أن هذا النسيج لتشخيص النسيج ولمعرفة الكائن العائد له هذا الدي ان اي او هذه المادة، لأنها خاصة بكل كائن حي. إذا the highly conserved species specific خاص بالنوع اللي نسميه بالكور هيستونز اللي هي الهستونات الرئيسية، يكون وزنها الجزيئي بحدود من 11,000 إلى 16,000 دالتون. دالتون هذه اللي هي وحدة قياس أوزان البروتينات، هيستونز هي بروتينات، بينما شفتوا أنه أحجام الدي إن إيه نقيسها بالبيس بير بي بي. And the much more variable linker histone. إذا عندنا الكور هيستونز اللي هي الكونزيرفد، واكو عندنا اللينكر هيستون احنا قلنا اللي هو ما بين ما بين النيوكليوسومز، اني اكو عندي شنو؟ اكو عندي لينكر، وهذا اللينكر وهذا اللينكر يكون مرتبط ب اللي هو ال H1 او نسميه باللينكر هيستون، اللي هو يكون أكبر اللي هو حوالي حجمه أكثر من 20,000 دالتون. لأن the core histones are present in the nucleosome، وعرفنا أنه الهيستونات هذه موجودة بالنيوكليوسوم لأنه تكون بشكل أكتمر، أكتمر يعني ثمانيات، عندي نسختين من كل نوع من الهيستونات تترتب مع بعضها البعض ويلتف حولها الـ DNA. طيب فعندنا اللي هو الأكتمر أو الهيستون أكتمر اللي هو الـ H2A و H2B H3 و H4. إذا الكور هيستون واللي قلنا عليها اللي هي الكونزيرفد هيستونز هي عندنا H2A و H2B H3 and H4، تكون بشكل تترتب بشكل ثماني مثل ما تلاحظون انه ال H2A مع ال H2B راح يكونون دايمر يعني ثنائي، و H3 H4 ايضا يرتبطون يكونون دايمر. الدايمر من راح يصير عندي نسختين من كل واحد، يعني هنا راح يصير عندي تترامر يعني اثنين من ال H3 واثنين من ال H4، وايضا عندي اللي هو ال H2A وال H2B ايضا راح يصير عندي من عندها اللي هو تترامر، وبالتالي ايش راح يصير هنا؟ أنا عندي ثمانية يعني تترامر، أربعة من ال H3 H4 وأربعة من ال H2A H2B، راح يصير عندي هيستون اوكتامر. هذا اللي هو الكور او نسميه بالتركيب الهيستون المركزي، راح يلتف حول الدي ان اي وراح يكون لي تركيب سميناه بالنيوكليوسوم. هذا اللي هو اول مرحله لانضغاط الدي ان اي اللي هو تكوين النيوكليوسوم. طبعا يرتبط مع بداية
التفاف الدي ان اي ونهايه الالتفاف حول الهستونات، هنا بهاي المنطقه راح يرتبط شنو عندنا اللي هو ال H1، اللي هو مثل ما تشوفون بالصوره هذه اللي هو ال H1 راح يرتبط في منطقه اللي هو خروج الدي ان اي من النيوكليوسوم ومنطقه دخوله. لكل نيوكليوسوم موجود عندنا هيستون H1 في اللينكر دي ان اي. لينكر دي ان اي اللي هو يربط شنو؟ عده نيوكليوسومات مع بعضها البعض. طيب اذا التفاف الدي ان اي حول الكور هيستونز هذا راح يكون بحدود ال 146 الى 147 بيس بير تلتف حول الكور هيستون، وقلنا يربط مع حتى تكون النيوكليوسوم، وقلنا يربط ما بين التو نيوكليوسومز اللي هو نسميه باللينكر هيستون اللي هو ال H1. هذا ال H1 قلنا متغير مو محافظ مثل ال 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 H2A وال H2B وال H3 وال H4. يعني ال H1 ممكن ان يتغير حتى ما بين الانسجه المختلفه اللي موجوده في نفس الكائن، بينما باقي الهستونات لا محافظه على تركيبها. في بعض الأحيان يحل محل الـ H1 اللي هو الـ H5، وهذا عبارة عن شكل بديل للـ H1 شبيه بي. أوكي. إذا هذه اللي هي الهيستونز والنيوكليوسوم. إذا each nucleosome is attached with the following one. قلنا يرتبط كل نيوكليوسوم مع النيوكليوسوم الاخر بلينكر دي ان اي. طول هذا اللينكر دي ان اي من 20 الى 60 بيس بير، وانا عندي بحدود ال 146 او 147 بيس بير ملتفه حول النيوكليوسوم. اذا المجموع النهائي لعدد القواعد النيتروجينيه الملتفه حول الهيستونات مع اللينكر طولها بحدود ال 200 بيس بير، وهذه ال 200 بيس بير طبعا راح تكون محميه لانه الدي ان اي ممكن يكون عرضه لهجوم الانزيمات المحلله، فهذه تنطي حمايه التفاف الدي ان اي حول النيوكليوسوم حول الهيستونز، ينطي حمايه من انه يتحلل بواسطه اللي هو الاندونيوكليازز. اندونيوكليازز اللي هي انزيمات تقطع الدي ان اي من الداخل. بالبدايه اكتشفت في بكتيريا المايكروكوكس في primary experiment to understand the nucleosome structure. فببداية التجارب لفهم اللي هو تركيب النيوكليوسوم اللي هو قام بها العالم كورنبرغ عام 1977 عندما قام بمعاملة الدي ان اي بانزيمات الميكروكوكال اندونيوكليازز اللي تنتجها بكتيريا الميكروكوكس، وكانت النتيجه انه الدي ان اي راح يتم قطعه في منطقه اللينكر ريجن. ليش؟ لانه منطقه اللينكر ريجن شوفوها عاريه غير محميه، ولا يتم قطع الدي ان اي في المنطقة الملتفة حول الهيستونز، ولهذا اثبت انه الدي ان اي الملتف حول الهيستونز يكون محمي بينما اللينكر دي ان اي يمكن
قطعة. طبعا هو بهاي الطريقة قدر يقطع النيوكليوسوم، بما انه اللينكر انقطع معناته النيوكليوسوم انفصلت عن بعضها البعض، اللي هو ازفري نيوكليوسوم، اللي تحتوي على حوالي قلنا تقريبا 200 الى 240 بيس بير اوف دي ان اي. More extensive treatment result in the digestion of all but not the 146 الى 147 بيس بير. يعني قلنا هاي المنطقة اللي هي ال 146 الى ال 147 بيس بير الملتفة حول الهيستونز تكون محمية. فقلنا منطقة اللينكر دي ان اي تكون متغايرة بالطول حتى ما بين الأنسجة في داخل نفس الكائن الحي. الآن نيجي نشوف شنو هي النيوكليوسومز. ف مصطلح نيوكليوسوم specifically refers to the core octamer، اللي هو راجع إلى التركيب المركزي الثماني من الهيستونات plus the linker histone، بالإضافة إلى الهيستون الرابط اللي هو and approximately 180 base pair of DNA أو 200. يعني هنا صار عندكم أرقام، مرة يقول 200، مرة يقول 170، مرة يقول 180، فهذه تعتمد يعني تتغاير ما بين الخلايا، يعني ماكو رقم ثابت ل خلينا نقول طول الدي ان اي الكلي بالنيوكليوسوم. اكو خلايا يكون طول الدي ان اي 180 او 170 او ممكن ان يوصل الى ال 200. The core particle is composed of، قلنا الكور بارتيكل تلتف حول اللي هو 146 الى 147 بيس بير اوف دي ان اي بلس ذا كور هيستون اوكتامر، وذا كور هيستون اوكتامر اكت لايك سبول. طبعا شحنه الهيستونات تكون شحنتها موجبه، يعني قلنا انه هذه عباره عن بروتينات قاعديه، ولذلك الدي ان اي راح ينجذب إلها ويلتصق بها، يلتف حولها ليفت هاندد، يعني اتجاهها الى اليسار، التفافات ليفت هاندد حول الهستونات المركزيه. A recent model suggests that the conformation of nucleosomal DNA differs from naked DNA. طبعا الشكل اللي راح يتخذ الدي ان اي راح يختلف عن ما كان عليه قبل الالتفاف. و the double helix is tightly curved around the nucleosome، يلتف الدي ان اي حول هذه الهيستونات بشكل قوي، ويكون الالتفاف بحدود او يعني تتم عمليه الانضغاط بحدود 1 الى 2 قاعده، وراح ينطينا اختلاف بعدد القواعد بسبب الانضغاط هذه. بس لمعلوماتكم العامه انه عدد القواعد اللي تكون بالالتفاف الوحده حوالي 10.1، بينما كانت سابقا بحدود 10.5، وبالتالي الآن الـ DNA أصبح شنو؟ يعني أقصر، لأنه التف حول هذه البروتينات. Histones can be removed from DNA. الهيستونات هذه ممكن أن نزيلها من الـ DNA عن طريق تعريض الـ DNA إلى محلول ملحي، ولذلك أنه
هذا يثبت على انه عملية الترابط ما بين الدي ان اي والهيستونات هي ارتباط الكتروستاتيك، مثل ما قلنا لانه الهيستونز شحنتها موجبة يرتبط بها الدي ان اي ذو الشحنة السالبة. إذن المرحلة الثانية بعد النيوكليوسومز قلنا راح تتكون عندنا تركيب اللي هو نسميه بالسولينويد، هذا السولينويد. لاحظ انه عدة نيوكليوسومز، راح تلتف او تتضاغط فيما بينها، عندنا الزجزاج، اما يكون زجزاج ستراكشر او التركيب الاعتيادي اللي هو يكون يعني مستقيم غير متعرج. هذا التركيب اللي هو نسميه بالسولينويد اللي هو نيوكليوسومز متجمعه متضاغطه فيما بينها، ومن ثم هذا السولينويد، تركيب السولينويد هذا راح يكون يتركب او يتشكل بشكل لوبس اللي هي انحناءات او طيات، وهذه الطيات ايضا تلتف حتى تكون لي الكروماتين الكروموسومي. اذا what are the loops؟ إذن loop domain اللي هو about the 30 nanometer fiber is in turn further اللي هو solenoid اللي هو بحدود 30 نانومتر يكون السمك مالته، هذا أيضا راح يتم انضغاطه بشكل إضافي إلى تركيبات لحد الآن غير مفسرة اللي نسميها باللوب دومين او نسميها بالتركيبات المنحنية اللي هو تحتوي من 50 الى 100 كيلو بيس اوف دي ان اي، اللي هو طول اللوبس يكون بحدود 0.2 مايكرومتر. These loops may be created by attaching DNA to proteins associated with an underlying nuclear scaffold. ممكن انه يتم هذا التركيب بمساعدة بروتينات اخرى ترتبط مع الدي ان اي اللي هي سهل عملية تكوين الانحناءات. و in the interface of the cell cycle the packaging ratio is around 1000 fold. هنا في مرحلة اللوب دومين في مرحلة الانترفيس من دورة الخلية يتم ضغط الدي ان اي 1000 مرة. ف the chromatin fiber in a typical human chromosome is long enough to mass to pass many times around the nucleus even when condensed into loops. وأسلفنا سابقا أنه الدي ان اي اللي موجود في داخل النواة ممكن أنه يقل الانضغاط مالته أو يتغير صيغة الانضغاط مالته حسب دورة الخلية وحسب العمليات الحيوية مثل تضاعف الدي ان اي أو التعبير الجيني. Experimental evidence suggests that individual interface chromosomes are compacted into distinct region or territories in the nucleus. مع هذا الكروماتين اللي النووي اللي موجود في الداخل النواة ايضا راح يكون موزع بشكل مناطق في داخل النواة. هسه راح نتعرف على هذه المناطق واسمائها.
هذا رسم توضيحي للمراحل. طبعا المراحل هذه انتم تحفظوها، اللي هي كأول مرحلة تبدي ب الالتفاف حول الهيستونز، طيب بالنسبة للهيستونز، لا حيدر، لا تترامر، تترامر نعم، بالرسم ما رسمه مثل ال H2A، الظاهر احتمال انه ما عندهم مكان، لكن هو يكون تترامر، هسه مو دايمر. شوف هنا، هذا عندك اللي هو دايمر اوف ذا H3 اند H4 دايمر، من هنا عندك دايمر ومنها دايمر، فكون لي تترامر. هنا الظاهر يعني ما اعرف مساحة، اكو يعني شكرا على الملاحظة، اكو نقص بالرسم، لكن ايضا هنا عندك اللي هو دايمر مع دايمر، فراح يكون تترامر حتى يكون لي اوكتامر. اوكتامر يعني شكل ثماني النواة، او يعني نواة ثمانية الهيستونز. رايت لا، هذا الرسم لا، مو للحفظ بس كمخطط، هسه اشرح لكم انه شلون كمخطط. يعني انت ممكن تحفظ، ممكن تحفظون هذا الشكل، هذا الشكل اللي هو كمخطط يوضح انه اني يوضح الاوكتامر، هيستون اوكتامر تمام، ويوضح ال H1 لينكر، وطبعا اللينكر دي ان اي، هذا از شنو؟ از نيوكليوسوم. الرسومات مو صعبة، هنا أنا موجود عندكم مثلا اللي هو عملية الانضغاط، مثل ما قلنا بالبداية يتكون عندي اللي هو النيوكليوسوم، وما بين اللي هي حول الهيستونز، وما بين النيوكليوسومز اكو عندي اللينكر دي ان اي، لينكر دي ان اي، وهذا اللينكر دي ان اي مربوط مرتبط ب اللي هو الاتش 1، و تتكدس او تتكاثف النيوكليوسومز مع بعضها البعض، راح تكون لي اللي هو السولينويد تمام، والسولينويد راح يلتف ويكون لي اللي هو اللوب، هذه الانحناءات اللوب دومين، واللوب دومين ايضا يلتف التفافات اخرى، يصير سوبر كويلينج، سوبر كويل، ويكون لي في النهاية اللي هو الكروماتيد. إذا المراحل أكو عندنا اللي هي نيوكليوسوم، ومن ثم سولينويد، وورا السولينويد عندنا اللي هو اللوب دومين، ثم سوبر كويلينج اوف ذا لوب دومين، وثم الكروماتيد. واضح بابا؟ أكو بها صعوبة؟ تمام. لا هن أي يعني عندنا اللي هي أهمها، اللي هي عندنا النيوكليوسوم، سولينويد، دومين فول، ذن سوبر كويلينج، والمرحلة النهائية يكون ككروماتيد ستراكشر. يعني مو قاعدة 3 مراحل ابني، انت اهم شيء انه انت تكون فاهم المراحل اللي مر بيها الدي ان اي. فمرحلة السوبر كويلينج لا احفظهم كلهم بالترتيب، يعني تبدي بنيوكليوسوم، سولينويد، then the folding domain،
سوبر كويلينج، وفاينل اللي هو الازيكروماتيك. تمام. اوكي، عفوا. نجي الى اللي هو الميتافيس كروموسوم. الان تم انضغاط الدي ان اي وتكونت عندي اللي هي الكروموسومز، اللي هو كل كروموسوم مكون من اللي هو تو كروماتيدز، تو سيستر كروماتيدز، وهذه التو سيستر كروماتيدز راح تتكون بيناتهم منطقة نسميها بالسنترومير، وفي نهاية كل كروماتيد اكو عندي منطقة اسمها بالتيلومير، هذه اللي هي نجي راح ناخذها. فاذا فور فيرذر كوندنسيشن، اذا عملية بعد اللوب فولدنج، عملية السوبر كويلينج هذه راح تحتاج طاقة كبيرة من الـ ATP، وبمساعدة انزيمات اللي هي مثل التوبو ايزوميريز 2 اند كوندنسين كومبلكس، وحتى يتم عملية نسميه ب عملية اللف او الانضغاط الفائق. Each chromosome contains a single DNA molecule. طبعا هو عبارة عن double stranded DNA double helix، واللي هو the typical human chromosome، اللي هو بشكل عام الكروموسوم البشري يكون حجمه بحدود ال 100 ميجا بيس of DNA. و this large DNA unit is in association with the proteins. طبعا احنا عرفنا انه الدي ان اي ككروماتين معناته انه هذا مرتبط مع بروتينات، وممكن يتم صبغ هذه الكروموسومات ورؤيتها باستخدام المجهر الضوئي. هذه اعتقد انتم شفتوها في مراحل انقسام الخليه، اللي هو خاصه تكون واضحه خلال مرحله الانقسام، لانه في مرحله الانترفيس اللي هي الخليه تكون في غير حالة انقسام، الكروموسومات تكون غير واضحة في داخل النواة. A fully condensed metaphase chromosome consists of two sister chromatids connected at a centromere. Where the centromere attach chromosome to the spindle during mitosis and ensures the sister chromatids segregate correctly to daughter cells. أهمية السنترومير هو أنه ترتبط بخيوط المغزل حتى يقدر يسحب أو يفصل الكروماتيدات خلال عملية الانفصال اللي هو مرحلة الأنافيس من الانقسام الخلوي. فإذا at this point the hierarchy of the compaction the packaging ratio. إذا في هاي المرحلة بعد ما صار عندنا اللي هو الفولد اللوبس اند سوبر كويلينج، ومن ثم تكون عندي الكروماتيد وتكونت الكروموسومات، تم ضغط الدي ان اي اللي كان طوله 2 متر، طوله مترين، 10,000 مرة، حتى نقدر او تقدر النواة او نقدر نحتويه داخل نواة الخلية. طيب اذا الكروموسومز ار كلاسيفايد، هنا أنا ممكن انه احنا نصنف الكروموسومات الى كروموسومات جنسيه اللي هي سكس كروموسومز، اند كروموسومات جسديه او نسميها الاوتوسومز. نمبر طبعا سايز اند شيب اوف ذا كروموسومز ميك سبيسيز سبيسيفيك سيت for a karyotype. إذا كل كائن حي له عدده وعدد الكروموسومات الخاصة به اللي تختلف بالحجم وبالشكل وبالعدد.
فور اكزامبل اكو عندنا عندنا 44 اوتوسومز بلس 2 6 كروموسوم اللي هم الاكس والواي، هذه ان فيميل اند سوري اللي هو 2 اكس يعني اكس اكس بالفيميل، وعندنا اكس واي في الميل. و ميك اب ذا هيومن كاريوتايب اللي هو هذه اللي عدد الكروموسومات اللي موجوده في داخل خلايا الانسان اللي هي 46 كروموسوم او اللي هي 23 زوج. كروموسوم ار فيرذر كلاسيفايد، ممكن تصنيف الكروموسومات على حسب موقع السنترومير. فاذا كان السنترومير يعني اذا كان طول الاذرع الكروموسوم متساوي تماما هذا نسميه، وموجود السنترومير في الوسط فهذا نسميه بالميتاسنتريك. اما اذا كان نوعا ما يكون الاذرع السفلى اللي هي الكيو الكروماتيد عند ذراعين اللي هو الذراع الاعلى او اعلى السنترومير اللي هو البي، والذراع الاسفل السنترومير هو كيو. فاذا كان الكيو شويه اطول نوعا ما نسميه بالسبميتاسنتريك، واما اذا كان السنترومير اذا كانت الاذرع السفلى طويله بشكل كبير بالمقارنه مع الاذرع العليا نسميه بالاكروسنتريك. اما اذا كانت الاذرع العليا صغيره جدا او يعني شبه معدومه تقريبا بالمقارنه مع الذراع الاسفل انا اسميه بالتيلوسنتريك. بس للعلم انه مو فقط موقع السنترومير ممكن ان يختلف ما بين الكروموسومات، لا بل انه حجم السنترومير ممكن ان يختلف. علي جاسم لا الهستون أربعة هم يعني عندي أربع هستونات نعم اللي هم الـ H2A والـ H2B H3 H4، لكن كل هستون راح يكون من عنده زوج وبالتالي راح يكون عندي ثمانية في نواة النيوكليوسوم. واضح ابني؟ يعني راح يتضاعف عند تكوين النيوكليوسوم. بس أنا كأنواع هستونات نعم عندي أربعة بالإضافة إلى الـ H1 اللي هو يرتبط باللينكر. أوكي فنرجع إلى الكروموسومز. الكروموسومز قلنا أنه مو فقط مكان النيوكليوسوم يختلف، ممكن أنه حجم النيوكليوسوم يختلف. بعض الكروموسومات يكون فيها النيوكليوسوم كبير مثلا كروموسوم 20 وكروموسوم 17 هذه يكون بها النيوكليوسوم كبير. بعض الكروموسومات يكون بها النيوكليوسوم السنترومير العفو بعض الكروموسومات يكون بها السنترومير صغير الحجم مثل كروموسوم 1 و7 يكون أصغر من الباقي. هذا ما راح يأثر بشكل كبير بس أهمية السنترومير راح نجي ناخذها لاحقا. يعني مو فقط عملية ارتباط خيوط المخزن، لها أهمية أخرى أكبر. وقلنا أنه في نهاية الكروماتيد أكو عندنا التيلومير. فالتيلومير هذه اللي هي موجودة في نهاية الكروماتيد
لها أهمية بأنه تحمي نهاية الكروماتيد من التحلل، بالإضافة إلى أنه تمنع التصاق نهايات الكروموسومات مع بعضها البعض. هذه هي أهمية التلومير ار ريبيتيتيف ستريتشز، وهي عبارة عن تتابع متكرر من الدي ان اي يشكل قبعة حماية في نهاية الكروموسومات، انه يمنع التصاقها مع بعضها البعض ويمنع ايضا تحلل هذه النهاية. ليش؟ لانه التوليميرات لها أهمية كبيرة في ديمومة حياة الخلية. فان many types of cells telomeres lose a bit of their DNA. فخلال حياة الخلية مع الوقت راح تفقد جزء من هذا التلومير. بعض الخلايا نحتاج وجودها، يعني بعض الخلايا يتم فقدان التلومير بشكل كبير، ولما ينتهي التلومير ايش راح يصير بها؟ الخلايا تموت. بعض الخلايا نحتاج وجودها لفترة طويلة في داخل جسم الإنسان أو حتى الحيوان من اليوكاريوتس. ليش؟ لأن هذه الخلايا خاصة المناعية نحتاج وجودها لفترة طويلة في داخل الجسم، لذلك هذه الخلايا تحتوي على إنزيم يعوض النقص. إذا كيف خلا أعيدها بشكل أوضح؟ هذه النهايات تبدي تتآكل أو تتناقص مع كل انقسام للخلية، وعندما تنتهي تخلص هاي التلومير اللي هي تتابعات موجودة في نهاية الكروموسوم، الخلية تموت. أوكي، هناك خلايا نحتاج أنه تكون موجودة لفترة طويلة في داخل الجسم، مثل الخلايا المناعية، الميموري سيل، الخلايا تنتج انتي بوديز. هذه إذا نفقدها بسرعة معناتها الإنسان ممكن يفقد مناعته بشكل خطير، وبالتالي نحتاج أنه تكون موجودة لأطول فترة ممكنة. حتى تديم هذه الخلايا وجود التولومير لازم تعوض النقص اللي بيه بعد عملية الانقسام. كيف يتم التعويض؟ يتم التعويض عن طريق إنزيم موجود في هذه الخلايا اسمه تيلوميريز، اسمه تيلوميريز، اللي هو يمنع فقدان الكروموسومات للتيلومير، وبالتالي راح تقدر الخلية تعيش لفترة أطول. ف because they retain their telomeres set cell، بسبب انه هذه الخلايا تسترجع التلومير مالتها، هذه الخلايا generally live longer than other cells. هذه الخلايا بشكل عام تعيش اطول من الخلايا الاخرى. بالاضافه الى انه التلوميرز لها دور كبير في مرض السرطان. The chromosomes of malignant cells usually don't lose their telomeres. إذن الخلايا السرطانية عادة لا تفقد التلومير مالتها، وهذا يسبب عدم موت الخلايا السرطانية واستمرارها بالانقسام إلى ما شاء الله لإحداث الورم أو لتكوين الورم السرطاني، طريقة انقسام غير مسيطرة عليها. لذلك لها دور كبير في هذا المرض. التيلوميرز ليس لها دور فقط في مرض السرطان. الآن ممكن أحد يسأل، نعم، اللي هو وحدة من ديمومة
هو إدامة التلومير دائما في الخلايا السرطانية، ما ينقص، وبالتالي الخلايا ما تموت. هنا قد أحد يسأل أنه ممكن إحنا نستفاد من هاي الظاهرة اللي هي التلومير في حالات الايجينج. يعني شنو الايجينج؟ يعني الكبر بالسن او الشيخوخه. يعني احنا ممكن نطيل عمر الانسان من خلال تعويض التلومير، او نقلل من علامات الشيخوخه في الخلايا او موت الخلايا من خلال اطاله التلومير. نعم، اكو ابحاث صارت بهذا المجال، لكن عند محاولة الحفاظ على التلومير لفترة معينة في خلايا الإنسان الاعتيادية، شافوا أنها تتحول إلى خلايا سرطانية، وبالتالي توقفت الأبحاث في هذا المجال. فالله سبحانه وتعالى عمل بكل أجل، كتاب يجب أن ينتهي. يعني لازم نموت. اوكي، another thing اللي هو يعني مرة تناولنا موضوع الهندسة الوراثية بشكل عام بالبداية، من تكلمنا على النعجة دولي اللي هو تم استنساخها من أمها وأصبحت نسخة من الأم. بدأت تعاني من أمراض الشيخوخة وهي بعمر صغير، وماتت مبكرا. ليش؟ لأنه التلومير اللي تم أخذه من أمها اللي هي طبعا كبيرة بالسن كان تلومير قصير أوريدي، وبالتالي من ظهرت النعجة دولي إلى الوجود كانت تلوميراتها قصيرة. يعني هي صح تظهر بمظهر صغيرة، لكن خلاياها يعني they are old، يعني خلايا شيخوخة، وبالتالي عانت من أمراض الشيخوخة المبكرة وماتت. هذه اللي هي أيضا منعت بحوث الاستنساخ التلوميرز. All right. خلينا نشوف شلون يصير عملية الإضافة. فشوف هنا اللي هو هذا التلومير عبارة عن مكررات من ال سي 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 تي اي اي في نهاية الكروموسوم. هذا مكرر عدة مئات من المرات. في كل انقسام من انقسام الخلية يقطع هذا الجزء ويتناقص. يتم التلوميريز، قلنا يعوض النقص اللي موجود في التلوميرز في بعض الخلايا، خاصة الخلايا المناعية. لاحظ انه التلوميريز راح يبدي يضيف ار ان اي تمبليت في هذه المنطقة. ليش ار ان اي؟ هذه راح ناخذها فيما بعد بعملية اللي هو الدي ان اي ريبليكيشن. هنا ليش ار ان اي تمبليت في منطقة دي ان اي؟ هذا راح ناخذها فيما بعد. وحتى يهيئ لي هنا منطقة اللي هو 3 برايم او اتش، ويبدي يضيف قواعد نيتروجينية على النهاية ال 3 برايم او اتش، ويعوض النقص اللي حصل في التلومير. تمام. ف هذا اللي يحصل في بعض الخلايا، خاصة الخلايا المناعية، اللي هو كيف يقوم انزيم التلوميريز بتعويض النقص في التلومير. ف الآن قلنا أنه الكروماتين اللي موجود في داخل الخلية راح يتوزع إلى مناطق، يعني في داخل النواة
في داخل النواة راح تشوف انه الدي ان اي يتوزع الى منطقتين رئيسية. أول منطقة اللي هو نسميها اليوكروماتين، أو نسميها بالكروماتين الحقيقي، اللي هو which consists of DNA that is active. منطقة اليوكروماتين يحتوي على DNA نشط. يعني شنو نشط؟ يعني يحتوي على جينات فعالة يتم ترجمة الشفرة الوراثية إلى بروتينات. المنطقة الثانية نسميه بالهيتروكروماتين، أو نسميه بالمنطقة الهيكروماتين المتغاير. هذا يحتوي بشكل رئيسي على دي ان اي خامل، و it seems to serve structural purposes during the chromosomal stages. له أهمية تركيبية وليس وظيفية. الهيدروكروماتين can be further distinguished into two types. وهذا الهيدروكروماتين أيضا يقسم إلى منطقتين، اللي هو الكونستيتيتيف هيدروكروماتين، اللي هو هذا خلينا نقول الإجباري أو الثابت. هذا never expressed. هذه منطقة الكروماتين ما يحدث لها تعبير جيني نهائيا. وهذه المنطقة عادة موجودة حول السنترومير، وتكون بشكل تتابعات مكررة للقواعد النيتروجينية. يعني مثلا CCTTA، هاي منطقة CCTTA مكررة، هم تجي CCTTA وراها CCTTA، تكون بشكل مكررات خاصة حول منطقة السنترومير. نرجع إلى أهمية السنترومير ما دام ذكرناه هنا، إضافة إلى ارتباط خيوط المغزل بي. هذه المكررات اللي موجودة حول منطقة السنترومير هي species specific أو individual specific، يعني تستخدم تشخيص الهوية، لأنه كل منطقة لكل شخص منطقة خاصة به تحدد هويته، وهي تستخدم في عمليات تحديد الهوية بالعلوم الجنائية. طيب المنطقة الأخرى اللي هي الفاكولتاتيف هيتروكروماتين، اللي هو الهيتروكروماتين صح ان اكتيف لكن مو بشكل دائم، هذا يكون اختياري. في بعض الأحيان يحدث له عملية تعبير جيني حسب احتياج الخلية، مو دائما بل في بعض الأحيان. بينما اليوكروماتين لا، دائما يحدث لها تعبير جيني، لأن هاي البروتينات أساسية لها دور في فعالية الخلية. بعض الهيتروكروماتين او بعض الدي ان اي قلنا انه اللي ما يكون له تعبير جيني، شنو يكون له اهميه تنظيميه؟ يعني اللي هو النون كودينج دي ان اي، اللي هو الدي ان اي اللي هو لا يحدث له تشفير. فإن جينيتكس نون كودينج دي ان اي ديسكرايب دي ان اي ذات دزنت كونتين انستراكشنز فور ميكينج بروتين. هذا الدي ان اي اللي هي الغير مشفر لا يحتوي على التركيبات او المكونات اللي مهمه في عمليه التعبير الجيني لصنع البروتينات. فإن يوكاريوتس a large percentage of many organisms total genome size is non-coding DNA. فبحقيقية النواة أغلب الدي ان اي اللي موجود هو non-coding، لا يشفر لشيء. وإحنا قلنا سابقا أنه only 2% of our DNA
is coding. يعني 98% of our DNA شنو is non-coding. وطبعا هذه قلنا لها اهميه قد تكون تنظيميه لعمل الجينات المشفره. اذا some coding DNA some non-coding DNA عفوا is involved in regulating the activity of coding region. يعني صح هو هاي المنطقه من الدي ان اي لا تشفر الى بروتينات، لكن لها دور تنظيمي للدي ان اي اللي يقوم بعمليه التشفير الى بروتينات. however مع هذا much of this DNA has no known function and is sometimes referred to as junk DNA. اذا مع هذا اللي هو كثير من هذا الدي ان اي ما معروف له وظيفة معينة ويسمى بالجنك دي ان اي او دي ان اي زايد او الغير ضروري. من جملة هذا الدي ان اي عندنا الانترونز، عندنا مناطق نسميها بالانترونز او الانترونات اللي هي some non-coding DNA is genetic switching. إذا بعض مناطق اللي هي non-coding DNA له أهمية بالإضافة إلى تنظيم عملية التعبير الجيني، لها عملية ب switching للcoding proteins يعني او الكودينج جينز. يعني ممكن انه تشغل تعبير جيني لجينات معينه او توقفها، تسوي سويتش، يعني سويتش اون سويتش اوف. اوكي، ف سريعا النون كودينج دي ان اي اللي هو اغلب الدي ان اي الموجود في اليوكاريوت هو نون كودينج، له دور تنظيمي في عملية التعبير الجيني، له دور في تغيير التعبير الجيني أو تحويله من فعال إلى غير فعال، يعني switch on off. وغالبا يكون عمل بعض المناطق أو الغير فعالة غير معروف. خلينا نشوف شنو هي الانترون. شنو الانترون؟ An intron is a DNA region، هو منطقة من الدي ان اي within a gene that is not translated to protein، في منطقة اللي هو لا تترجم إلى بروتين، قلنا هو من non-coding region. و these non-coding sections are transcribed to precursor messenger RNA. طبعا بدايتها راح ناخذها بعدين بالتفصيل بعملية الاستنساخ، اللي هو اول ما يستنسخ المسنجر ار ان اي من الدي ان اي يكون اسمه بري مسنجر ار ان اي اللي هو البدائي. وبعد البري مسنجر ار ان اي راح تحدث عملية تحوير اليه بحيث يتم ازالة الانترونات منه. وهاي العمليه عمليه ازاله الانترونات من البري ماسنجر ار ان اي نسميها بالسبلايسنج، نسميها بالماسنجر ار ان اي سبلايسنج. تمام. وبعد عمليه السبلايسنج راح يتكون راح ينتج عندي الماتشور ماسنجر ار ان اي او الماسنجر ار ان اي الناضج، ويتم قراءة الشفرة الوراثية وترجمتها إلى بروتين. فبعد إزالة الانترونات اللي هي السبلايسنج، ماسنجر ار ان اي كونسيست اونلي اوف اكسون، راح يحتوي الماسنجر ار ان اي بعد إزالة الانترون راح يحتوي على فقط اكسون اللي هو derived sequencing، اللي هي هذه الاكسونز هي المناطق اللي تحمل الشفرة لصنع البروتين.
اوكي، اذا الان تعلمنا شيء جديد، انه منطقه الجين، منطقه الجين اللي موجوده على الدي ان اي مكونه من مناطق هي اكزونز وانترون. مناطق الاكزون هذه اللي تحمل الشفره الوراثيه لصنع البروتين. يعني شنو هذا؟ اكتيف، مو اكتيف دي ان اي. منطقه الانترون هذه، هذه المناطق اللي هي النون كودينج ريجن، ويتم ازالتها بعد عمليه الاستنساخ بعمليه السبلايسنج للبري ماسنجر ار ان اي حتى يتحول الى ماتشور ماسنجر ار ان اي. تمام؟ اوكي. Any question till now؟ أي سؤال لحد الآن؟ اوكي. نجي إلى الـ alternative chromatin structure اللي هي نسميها ب تراكيب كروماتين اللي هي البديلة أو المتغايرة، ممكن أن توجد في الكائنات الحية. Right. The vast majority of eukaryotes package their genomes into a nucleosome. مثل ما عرفنا انه الغالبيه العظمى الكائنات الحيه راح يتم ضغط الدي ان اي في بتركيبات تسمى بالنيوكليوسوم، ما عدا عندنا حاله شاذه موجوده بالداينوفلاجيليت اللي هي نسميها بالحيوانات الصوتيات الدواره، وهذه كائنات يعني حرة المعيشة في المياه. These eukaryote algae، هاي الطحالب، package the majority of their DNA with small basic proteins. راح يصير packaging لل DNA مالتها أيضا باستخدام بروتينات قاعدية لا تشبه الهستونز، يعني غير الهستونات، ليست هستونات. These proteins only represent 10% of the mass DNA. هذه البروتينات تشكل فقط 10% من الـ DNA، while بينما الهستونات تشكل 50%، مو قلنا 50% بروتين هستون و50% DNA في اليوكاريوت الأخرى. الداينوفلاجيليت ما تكون تركيبات مثل النيوكليوسوم، لكنها ايضا تقوم بضغط الدي ان اي على شكل كروماتيد. اذا عندنا فقط بالداينوفلاجيليت نسبه البروتينات تختلف الى الدي ان اي، والبروتينات اللي موجوده غير الهيستون. حالة شاذة أخرى اللي هي موجودة في اللبائن عند تكوين الأمشاج، حيث أن أغلب الـ DNA الموجود في الحيوانات المنوية يتم ضغط الـ DNA في الحيوانات المنوية باستخدام بالعمل مع بروتينات اسمها بالبروتامينز بدل الهيستونز. يعني بالإنسان يتم عملية انضغاط الـ DNA عند تكوين الخلايا اللي بوجود الهيستونز مثل ما شفناها، ما عدا عند في الخلايا اللي تكون الحيوانات المنوية عملية انضغاط الـ DNA في أنوية الحيوانات المنوية لا تتم
بمساعدة الهستونات، وإنما تتم بمساعدة بروتينات أخرى اسمها بالبروتامينز. Right. هالشكل احنا غطينا بشكل عام اللي هو عملية الباكجينج للدي ان اي في اليوكاريوتس. بالنسبة للبروكاريوت جينوم اللي هي خلايا البكتيريا، طبعا البروكاريوت don't have a nucleus. However, they still must fit DNA that is 1,000 times the length of the cell within the cell membrane. نعم، خلايا البروكاريوت لا تحتوي على أنوية، لكن حجم الخلية صغير ويمثل الـ DNA إذا فتحنا 1000 مرة ضعف حجم الخلية. لذلك يجب أيضا أن يضغط حتى تقدر الخلية الصغيرة أن تستوعبه. ف the genome of Escherichia coli اللي هو بكتيريا الإي كولاي هو بحدود 4.7 ميجا بيس in size. أي ومثل ما عرفنا انه هو سنجل دبل ستراندد سيركولر دي ان اي حلقي، ما يحتوي على نهايه 3 برايم او 5 برايم لانه حلقي مغلق النهايتين. The chromosomal DNA is organized into a condensed ovoid structure called اللي هو nucleoid. طبعا تترتب المادة الوراثية بشكل بيضوي يسمى بالنيوكليويد. A considerable number of non-essential proteins called histones like proteins or nucleoid associated proteins are thought to be involved. عملية انضغاط الـ DNA في البكتيريا تتم بمساعدة بروتينات شبيهة بالهيستون، سميها بالهيستون لايك بروتينز او النيوكليويد اسوشيتد بروتين او البروتينات المرتبطة بالنيوكليويد. ومن هذه البروتينات عندنا الاتش يو اللي هو الهيت انستابل بروتين، والاي اتش اف اللي هو الانتجريشن هوست فاكتور، وعندنا ال HNS اللي هو ال Heat Stable Nucleoid Structure، and SMC اللي هو Structural Maintenance of Chromosomes. ال HU وال HNS are particularly abundant، الأكثر شيوعاً هم الـ HU والـ HNS، و further condensation packs the bacterial genome into super coil domain. بعد ارتباط هذه البروتينات مع الكروموسوم البكتيري راح يصير لتكاثف condensation وانضغاط والتفاف شديد ل من 20 إلى 100 كيلو بيس، مكونا تركيبات اللي هي انحناءات لوبس كبيرة بحدود 50 إلى 100 لوب اللي تشكل الكروموسوم البكتيري. هذا رسم تخطيطي بسيط، يعني مر عليكم سابقا، يوضح انه كيف انضغاط الكروموسوم البكتيري بشكل اللي هي لوبس انحناءات وبسبب ارتباط البروتينات مع هذا اللي هو البلازميد، وهذا ناقشناه في المحاضرة الثالثة. طبعا موجود الرايبوسومز راح ناخذها فيما بعد، وباقي اللي هو تركيبات الخلية البكتيرية. بس كرسم توضيح. The DNA domains are compacted
by wrapping around non-specific DNA binding proteins. إذا مثل ما قلنا إنه DNA في الخلية البكتيرية راح يلتف ويرتبط ويلتف حول البروتينات مثل الـ HU والـ HNS اللي هي شبيهة بالهستونات، وهذه البروتينات constrain about half of the supercoiling of the DNA، وهذه البروتينات تكون مسؤولة عن about يعني بحدود اللي هو نصف ظاهرة انضغاط و التفاف المادة الوراثية. عادة يكون عندنا بالخلايا البكتيرية اللي هو نيجاتيف سوبر كويل وبوزيتيف سوبر كويل. أنا حتى أسهل لكم الموضوع بس افهموها افهموها بهذه الصورة، انه الدي ان اي البكتيري عادة يكون بشكل نيجاتيف سوبر كويل. هذا شنو نيجاتيف سوبر كويل؟ يكون الالتفاف باتجاه عقارب الساعة، يكون الالتفاف مع عقارب الساعة، هذا بالحالة الطبيعية. لما يحدث عملية تضاعف للدي ان اي ممكن ان ينفتح هذا السوبر كويل، وايضا عندما يحدث عملية تعبير جيني او يعني يتم صناعة مسنجر ار ان اي من هذا الدي ان اي ممكن ان ينفتح وطبعا يتحول الى بوزيتيف سوبر كويل اللي هو يكون التفافه عكس عقارب الساعه. واضح؟ الان من هو المسؤول عن ثبات الدي ان اي بشكل النيجاتيف سوبر كويل؟ عندنا موجود اللي هو الانزيم، انزيم الجايريز، right. فعندنا هنا اللي هو يتم إدامة النيجاتيف سوبر كويل أو سوبر هيليسيتي بوجود إنزيمات التوبو أيزوميريزز وخاصة إنزيم الجايريز اللي هو هذا نوع من إنزيمات التوبو أيزوميريز، و اللي يقوم بإزالة البوزيتيف سوبر كويل جنريتد ديورينج ريبليكيشن اند ترانسكريبشن، حيث يقوم هذا الإنزيم بتحويل البوزيتيف سوبر كويل وإرجاعه إلى نيجاتيف سوبر كويل بعد انتهاء عملية تضاعف الدي ان اي وصناعة المسنجر ار ان اي. تمام؟ وطبعا البلازميد اللي هو هذا اللي هو التركيب الاخر اللي هو از جينيتيك ماتيريال موجوده ان يوكاريوت، وهذه سبق ان شرحناها في المحاضره الثالثه. عاده ما يصير بها كومبارتمنتاليزيشن او كومباكت، ما يصير بها انضغاط، لانه البلازميد عاده تكون صغيرة. ممكن يصير بها سوبر كويلينج اللي هو نفس مبدأ الكروموسومال دي ان اي. اني كويستشن؟ احنا خلصنا المحاضرة، اذا عندكم اي سؤال انا حاضر.